مع ياسمين الحمراني دكتورة صيدلانية. مرحبا بك. شكرا هين، بارك الله فيك. بخليك. الوغ ياسمينة، بزاف ديال الناس هذيك الرائحة كتخليهم ماشي عاديين، ما كيتعاملوش مع الناس عادي. اولا بغيت نعرف منين كتجي هاد الرائحة. هاد الرائحة يقدر يكون عندها بزاف ديال الاسباب، وفعلا كتبرزت بزاف الانسان لان ما كيمكن لك تهضر مع الناس، كتناقش فيها من داك الثقة في النفس. وشحال المرات الواحد كيكون شوية تالف ما عارفش عند شمن طبيب خصو يمشي. اذا اول حاجة اللي كنفكروا فيها هو طبيب الاسنان، نمشيو نشوفو واش ما كاينش مشكل ديال السوسة، واش ما كاينش شي ضرسة مريضة، واش ما كاينش شي ابسي. دونك اول حاجة هي هذيك. اذا ما كانش عندنا مشكل ما ماجيش من السنان، كنفكروا حتى في الطبيب ديال المعدة، يقدر يكون كاين مشكل ديال واحد الحموضة بزاف، يقدروا كاينين بزاف ديال المسائل اللي خصنا نشوفهم مع الطبيب ديال المعدة. وشحال المرات كاين بعض الناس اللي كاين واحد المشكل اللي ما كيفكروش فيه، واللي شحال المرات كيدوز ان ابيرسو، وهو كيكون المشكل ماجي من الحلق. يعني الواحد كيقول لك انا ما عنديش مشكل فمي، ما عنديش مشكل في المائده، اذا منين ما جا هذه الريحه؟ والريحه كتكون شويه في حال ديال الجبن، شويه خاصر، كتكون ريحه خايبه بزاف. والمشكل اللي كيوقع هي اونيفو ديال الحنجره ديالنا في الجوايه فين عندنا الحلاقم، كيكون كاين فحال واحد التخيلات. داك التخيلات شنو اللي كيطرا؟ داك الماكله اليوم على غدا على بعدو بلس البزاق اللي كيكون في الفم، كيبدا يتخشى تما وكيبدا يتحجر وكيعطي واحد الريحه كريهه بزاف. اذا في هذه الحاله هذه كنصحو خصو يمشي يشوف ولا بد الطبيب ديال الانف والحنجره والودن، حيت هو اللي كيقدر يخويها. ودايغ ان بروفيتي من هاد لوكازيون باش ناكد على الناس، كاين بزاف ديال الفيديو كو ساسوا في تيك توك ولا فيسبوك ولا في انستغرام اللي كيوري له كيفاش يمكن لك تعمل راسك، وكنصحهم ما يحاولوش لان كيمكن يجرحوا راسهم، كيكون عندهم مشكل واحد صغير كنصدقوا في واحد الانفيكسيون. اذا هذه واحد الحاجه اللي كتعمل عند الطبيب، كنمشيو عند لويغيل هو اللي كيعملها. وشحال الناس وما عمره ما كيرجع، سواء كيرجع ابري بوكو طون، واذا كان داكشي ريسيديف داك الساعه كيقدر الطبيب يقترح عليهم سواء واحد العمليه جراحيه ولا على حسب الحاله ديالهم. الوغ ياسمينة، بالنسبه لبزاف ديال الناس كيقولوا الا مثلا شربت الماء مثلا ممكن يعني نتفادى هذيك الريحه الكريهه، واش زعما ايفيكتيفمون الماء كيخليني نتفادى ولا غير واحد يعني جزء بسيط انني نقلل من هذيك الرائحه؟ الواحد ملي كيشرب الماء كيحس هو بداك لا فريشور راسو، يعني برد فمو، وكيقول له يمكن عقلو بلي هذيك الريحه، ولكن هذيك الريحه راه كيكون عندها واحد المشكل، يعني داك المشكل خصنا نحلوه. شحال المرات كنساو مسائل اخرى، وهي ان الماكله اللي كياخذ الانسان حتى هي لعبه واحد الدور. كاين الناس اللي مثلا اذا كانت الماكله ديالهم فيها البصل بزاف، فيها الثومه بزاف، فيها الحلبه، فيها بزاف د الحاجات، كتبقى الريحه اذا كانت الماكله كياخذوها قويه. التدخين حتى هو كيجعل ان الانسان تكون واحد الريحه كارهه فمو. اذا هادو مسائل اللي خصنا نسالوا راسنا، واش انا كنعمل شي حاجه من هاد المسائل قبل ما ندوز للطبيب؟ اذا كنت كناخذ واحد الماكله اللي دائما كناخذ فيها الثومه، اللي دائما كناخذ فيها البصل، يقدر يكون المشكل ما جاي من تما. وكاينه واحد الحاجه اخرى، واحد الحاله اخرى، هي ملي كيكون بعض المرات الانسان كيتبع واحد الدواء، كاين بعض الدويات اللي هما اللي كيعملوا لنا هاد المشكل. اذا اول حاجه خصنا نحاولوا نعرفوا شنو هو المشكل، منين ماجي. بالنسبه لي سوليوشن، مثلا اذا بغينا نقولوا اللصقه نعملوها فوق الجرحه يمكننا نغطيو، يعني كاين دي بان دو بوش، كاين دي دونتيفريز، كاين دي سبراي، مي هذاك ماشي حل. داكشي غير اني ديك الساعه اكزاكتومون، داكشي في واحد الساعه وما يمكنلكش تعيش كتعمل هكذاك. يعني ديجا مزيان لك تمشي تدوز باش اذا كان شي مشكل تحلو، لانه هو ماشي حاله طبيعيه تكون ريحه كريهه. اذا كانت كاينه ريحه كريهه خصها ولا بد نحاولوا نعرفوا شنو هو المشكل. وبالنسبه للناس مثلا اللي كيمشيو عند الدونتيست وكتلقاه مثلا بدل سنانو ولا هذا وعنده مشكل في اللثه، حتى هو واش كيكون عنده مشكل ديال هذه الرائحه الكريهه؟ واش ممكن يمشي عند الطبيب مثلا باش يعاود هذوك السنان؟ شنو كي في الحاله بعض المرات شنو اللي كيطرا سورتو الناس اللي كيكونوا عاملين لاباري كيركبوا يزولوا، هي انا ملي كياكلوا كتبدا تخشى الماكله في داك لاباري وكيخليوه فمهم، وداك الشيء كيخمر كيعطي واحد الريحه خايبه. اذا خصنا نعرفوا واحد الحاجه باللي ليجين ديال السنان مهمه بزاف. بالحق الناس اللي كيكون عندهم مثلا دي بروتيز ولا املي ان بريدج ولا شي حاجه، سي امبورطون انكور بلوس يكونوا كينقيو مزيان سنانهم. واحد الثقافه اللي ما عندناش بزاف واللي هي مهمه هو لو فيل دونتير. لو فيل دونتير مهم لانه هو اللي كيغسل، هو اللي كينقي لنا بين السنان. دونك الواحد راه ما فيهاش عيب نمشي عند لو دونتيست ديالي ونقول له كيفاش خصني نحك سناني، ولا نمشي عند لو فارماسيان ديالي ونقول له وريني كيفاش خصني نحك سناني. لان فينالمون شحال الناس كيحكوا سنانهم كل نهار مي ما كيحكمش مزيان. لا فاسون باش كيبغوسيو سنانهم اني با ديكوات، كاين بعض المرات اللي كتجبر الواحد الطريقه باش كيحك سنانه هو اللي كيدخل اكزاكتومون كيدخل الماكله ما بين اللحم والسنان. دونك ما فيها حتى شي عيب الواحد منين يمشي يدوز على سنانه ولا يمشي غير لا فارماسي يشري بروسادون يقول له يخليك بغيت نعرف كيفاش خصني نحك سناني بواحد الطريقه مزيانه.
كتلقاي بعض المرات شي وحدين تيحكوا سنانو بحال كيشطبوا شي زربيه اكزاكتومون والله فريمون كتلقاي كيحك الوغ كو نو راه حنا ملي كنا صغار في المدرسه راه كانوا كيقول لك الدائريه وخاصك هذه بوحدها وهذه بوحدها ولكن غير بالنسبه لو فيل دونتير كاينين الناس اللي مثلا اوليو باش كيقادوا به كيجرحوا فمهم حيت ما كيعرفوش يستعملوا صادير لو فيل دونتير خصني نستعملوا فحال الناس اللي كيستعملوا مثلا لي بروسيت انتر دونتير وكيمشيو كيشريو واحد لاطي دابا لي بروسيت مثلا فيهم لي طاي على حسب التساع اللي كاين بين الناس كاين اللي ما كيعرفوش هذه القضيه هذه وكيديوها مثلا غير في اللون واش هذا اللون مزيون ولا خايب عجبتني هذه جو بريفير هذه نو خصك تعرف ولو دونتيست ديالك يقول لك شوف ملي تبغي تستعمل لا بروسيت انتر دونتير ها هي شحال عاد تستعمل فوالا كومبيان دو ميلي دونك سي امبورطون ما فيها حتى شي عيب شحال الناس كتجيهم صعيبه يسولوا ولا يقولوا ما كنعرف بورتون هذا واحد الحق عندك يعني من حقك تمشي وتسول الناس اللي يقدروا يفيدوك ولكن كاين اللي ما كاينش عارف اصلا كره سا اكزيست هاد القضيه ديال لي ديتاي لي ديتاي زعما الصغار في البروسادون بحال انا دابا ما كنتش عارفه داكشي كنعملوا هادشي باش نتعلموا كاملين هذا زلبت دكتوره كنسمعوا بزاف باللي مثلا كاين اللي كيستعمل مثلا القرنفل يحط حبه في فمو كومسا باش تحيد الرائحه وكيف ما قلتي هذا غير حل ديال ديك الساعه واش بالنسبه ليك زعما هادو دي مويان باش انا نحيد بعدا اوموا شويه ديك الرائحه alors personnellement quand on a dit في حال الناس اللي كيكونوا عرقانين وكيعملوا ديودوران فوق العرق سا دون لا ميم شوز سنعرفوا بلي واحد الريحه خايبه نحاول نعمل فوق منها قرنفل سي با لا سوليوشن سي فري كو ريحه القرنفل قويه سي فري كو كنعملوا داك لا ليزون دائما ما بين الحرق ديال السنان ولا ريحه السنان القرنفل مي فحال اللي قلت لك قبيله هذا ماشي حل وانا من الطبيعه ديالي ما كنحاولش نشجع الناس يجبروا واحد الحل حد يعني داك الحل حد كنقلبوا عليه ملي كنكونوا في اون سيتوياسيون دورجونس وي خصنا في هذاك الساعه واحد الحل مي هذا ما نقدرش نشجع الناس عملوا قرنفل باسكو سافي ديغوا عمرو قرنفل صافي ماشي مشكل راه دابا خليو الضرر هاد الضرر ها هو قرنفل دو فاصون سا كوت با شير لا انا لو بوت ديالي اذا عندي واحد المشكل شنو ما كان الصحه ديالي نمشي نعرف علاش بعدا ونعمل انا بلوز او موا اللي قلت لكم لي طول لي ميدسان كيلفو فوار والمسائل ديجا ديال ليجين اللي خصني نعمل في داري في الماكله ديالي في التغذيه ديالي في المسائل اللي عادي مثلا الناس اللي كيدخنوا يعرفوا بلي هذاك وحده من المسائل اللي عادي يسبوا لهم في هذا الشيء دونك نورمالمون ملي كنتبعوا هاد لي زيجين هادو راه هذيك الريحه عرفت شنو هو الحل ديالها وتبعت هادشي كله ما كاينش شي نورمالمون من غير ديكا اكستريم اللي غادي تبقى هاد الريحه واخا هضرتي لي على القرنفل وقلتي بانه زعما هو حل اني ديك الساعه يمكن حتى المسكه حتى هي انيه يا حتى هي كتدخل زعما اون بلوس هذيك المسكه اللي كيوقع سي كو اكثريه الناس ديجا كياخذوها بالسكر دونك اذا كان كاين مشكل ديال السوسه في الفم كنزيد نكفس واد اون بلوس زعما بالنسبه لواحد جالس حدا الناس داك المنظر ديال المسكه سوني با واحد الحاجه اللي انيقه ولي تجلس انت حدا الناس باش ما تسمعش الريحه جالس كتمضغ المسكه ماشي حل باسكو ما كيعطيش اون بون ايماج بالنسبه لك ياسمين شنو يعني الطرق للعلاج والوقايه كما باش اوموان نقلل الحمايه قبل ما نمشي مثلا عند الطبيب اول حاجه نديها في التغذيه ديالي ما ناخذش بحال اللي قلت لك المسائل اللي فيهم الثومه بزاف البصله الحلبه المسائل اللي من بعد كيخليو الريحه كريهه ثانيا ليجين ديال الفم يعني نحك سناني سي بوسيبل 3 فوا بار جور مينيموم 2 فوا بار جور نستعمل لو بان دو بوش الفيل دونتير تترين نحيدوه دونك هادو مسائل كلها بعدا ديجا نبداو بهادشي ومن بعد لو طون دو بارتير عند الطبيب كاينين دي دونتيفريز كاين دي بان دو بوش وكاين دي سبراي اللي كيعاونوا حتى هما لان بعض المرات الريحه كتقدر تكون كاينه غير حيت الواحد ما واكلش لان مثلا ما دركش يفطر ولا مائته خاويه دونك كتقدر تعمل ريحه دونك دون سي كالا اللي كتكون واحد الحاجه بونكتويل كاين دي سبراي اللي كيتباعوا في لا فارماسي اللي يمكننا نعملوهم وكيزولوا هاد الريحه الكريهه باردون بوندون واحد كلكو زور وبالنسبه للناس اللي كل واحد ما كيعرفش مثلا معجون الاسنان اللي مناسب ليه كيفاش مثلا يعرف بانه فوالا راه هذا هو اللي غادي يفيدو ماشي هذا على داكشي خصك ملي تمشي اي سي لافونتاج دو بارتير لون فارماسي تشري لو دونتيفريز ديالك سي كوم ملي كتمشي لا فارماسي عندك ان فارماسيان اللي يقدر يفيدك ماشي بشنو مكتوب تو سامبلومون اللي غادي يسولك ويعرف واش مثلا ملي كتحك سنانك واش كيهبط لك الدم واش كاين ان بروبليم ديال اللثه اذا كان مشكل ديال اللثه خصنا نعالجو هذاك لان شحال د الناس كيكون عندهم بلوس اون اوبسيسيون على خصني معجون الاسنان يكون كيبيض كوتر شوز دونك خصنا نعرفوا واحد الحاجه باللي داكشي عنده واحد لو دوغري سيكولوجيك بزاف لان باش نكونوا واضحين ما كاين حتى معجون الاسنان اللي في ديال التبيض ديال السنان عند الطبيب دونك لامبورطون خصك تعرف اذا كاين واحد المشكل ديال اللثه اللي حتى هو كيقدر يعطينا الريحه دونك ديك الساعه خصنا نعملوا به ما بين المسائل اللي يمكننا نعملوا في الدار وكيعاونوا بالنسبه للثه سي لي بان دو بوش بالخرقوم الكركمه اللي تري بيان بور الامراض ديال اللثه
دونك كنشلو به يدون دو بون ريزولطا، ولكن تشلل به وما تسكتش تشلل بالماء باش ما يصفرلكش سنيناتك. فوالا حتى اللي غيسمع الخرقوم غيقول فوالا غي لا تشلل به ومن بعد غادي تزولو باش ما يبقالكش لو هدف. ولكن بارابور لاجونسيف ماشي سنا بارابور لاجونسيف اي تري تري بيان. دونك هادو ما بين المسائل اللي يمكن نعملو. بالنسبه للمعجون اذا كان عندك مشكله قلت لك ديال سينيومون خصك تقولها، اذا كان عندك مشكل ليبر سنسيبيليتي كاين الناس اللي يلاه كيقيسو سنانهم كيحرقوهم خصك تاخذ بوسادون سبيسيفيك بوغ سا، واذا كان مشكل الريحه خايبه كاين اوسي دي دانتيفريز كي سون سبيسيفيك بوغ سا. وحاجه اخرى اللي الناس كيحمقوا عليها سي لي بروس ادون دور. لي بروس ادون دور سي تري تري موفيز. حنا هضرنا على قبيله الشطابه الشطابه والمشكله الشطابه كيخبط الشطابه قاصحه. دونك نحاولوا ناخذوا سوا دو ميديوم سوا دو سوبل على حسب شنو يقول لكم لو دونتيست ديالكم. مي لو دور راه غير كترزيو السنان ديالكم باسكو اون بلوس كيعملوه وكيبقاو يحكوا راه سي با اون فيت في الحكان السنان راه بلوز امبورطون كو البروس ادون اي بلوز امبورطون كو المعجون نيت سي لا فاسون كيفاش كتحك سنانك. هذا هو اللي مهم بزاف. وبالنسبه لك مثلا واخا الناس غادي يسمعونا كيفاش ممكن يغسلوا سنانهم كومسا باش تكون مثلا الطريقه الصحيحه اليوم الطريقه الصحيحه بوغ لو دير اون فيت خصنا نحكوا سناننا ديجا من الفوق للتحت باش نحاولوا نخويو داكشي اللي كيكون ما بين الحمض السنان والسنه. دونك داك لي تروك سيركولير بحال اللي كانوا كيوريونا ملي كنا صغار لو بروبليم ديالو سي كوش حد الناس ملي كيعملوا هكذا كيطلعوا بزاف د الحاجات الفوق لاجونسي. دونك نحاولوا نحكوا اي ان تروك تري امبورطون سي كو ملي نجيو نحكوا سنانا اون دو ديفيزي في ربعه يعني لا بارتي الفوقيه د اليمين الشمال ومن بعد هادشي كله نعملوه عاوتاني من الداخل. راه الناس كينساو بزاف باللي سنانا خصنا نحكوهم وكيف ما من الفوق من الفوق لتحت من التحت خصنا من التحت للفوق وما بين سنينات ومن الداخل لان كلشي كيخمم غير في اللي باين الواجهه غير في اللي يخرج في انستغرام ورا من داخل هو سي امبورطون. نصيحه اخيره دكتوره باش نساليو الحلقه ديالنا. نعرفوا باللي الاسباب هما بزاف ديال الرائحه الكريهه نقلبوا عليها وسورتو نعرفوا باللي كاين الحلول بزاف. وبغينا ولا كرهنا هذيك واحد الحاجه اللي عندها واحد التاثير كبير من ناحيه اجتماعيه لان جوج الحاجات يا اما كاين الناس اللي ما كيديوهاش فيها اي دوكو النظره ديال اخرين عليهم ما كتكونش تاعكم كتكون ناقصه ولا كاين الناس اللي كتاثر بزاف على الشخصيه ديالهم ولا الثقه في النفس. اذا واحد الحاجه اللي كنقدروا نجبروا شحال ديال الناس يوقفوا معنا وينصحونا خصنا نستغلوا باللي يمكننا نجبروا على الحال. حتى ديفو كتلقايهم جالسين وكيهضروا حشمالين بحال هكا دايرين يدهم على فمهم الوغ كو كاين شحال الحلول وباللي اجبر شحال ديال الناس اللي يقدروا يعاونوك ويرشدوك. اذا فيو كو كاينه هاد لا شونس هادي يفون بروفيتي. دكتوره كنشكرك على نصائحك اليوم اللي قدمتيها للمستمعين. نتمنى انكم استفدتوا خليت لكم الراحه نلقاكم في حلقه جديده وموضوع جديد. شكر موصول ايضا للطاقم التقني الى اللقاء.